بقول لك يا ميشو، ما بلاش الطلعه دي، مش كله ورا بعض وكده. راجل فريد الجندي ده مش سهل، وربنا ما هو سهل، و100 مره قلت لك ان نابه ازرق يا ميشو. انا عارف انا بعمل ايه يا سعيد. طب يا ميشو حبيبي، المراقبه اللي عليك تحت دي نزلت وامنت، ما بقاش في مراقبه خلاص، الظاهر ان هم سلموا. طب خد ستيشن معاك اه برضو، امن لك السكه. مش محتاج غير بونبون يبقى معايا، وهيبقى واقف بره ومستنيني ومدور الموتوسيكل. اسبق يا بونبون. وجب يا ميشو. ميشو يا ابني، انا برضو قلبي مش مطمن يا ميشو. اسمع كلام ابوك، صدقني يا ابني، ما تسيبك من فريد الجندي ده، واحنا دلوقتي الحمد لله تمام، وبكره هيبقى احلى ميشو باللي عندنا. بلاش نطمع ميشو، ها؟ بلاش نطمع. لو احنا سيبناه هو مش هيسيبنا، ولو انا ما كسرتوش دلوقتي يا سيد هو اللي هيكسرني بعدين. طيب يعني انت واثق في الاسماس سوزي دي؟ انا ما بثقش في حد، بس الفلوس اللي هتاخدها تخليها تبيع اللي اكبر من فريد الجندي. يا ابني انا قلبي مش مطمن، صدقني قلبي متوغمش يا ميشو. يا قلبك ضعف يا سيد، انت اللي قلبك مات. ايوه مات، واللي هيقف قصادي برضه هيموت. ما تخافش عليا من فريد الجندي، من الليلة دي مفيش فريد الجندي، مشو الحاوي فرد جنا حياته خلاص. ماشي عايز ايه؟ ماشي عايز ايه؟ يا عم قلنا ماشي يا عم، انت ايه اطرش؟ لسه مش فاكرني؟ يا استاذ اندرادو، انت والمرأة العنكبوت اللي جنبك دي، انا اول مرة اشوفك والله العظيم، انا عمري ما شفتك قبل كده، اعمل ايه بس عشان تصدقني؟ والسلسلة دي كمان نسيتها؟ يا سيدي انا لا عمري لبست سلاسل ولا عمري شفتك، ربنا ياخدك. ما تقول حاجة عن الخواجة انت، بدل ما انت مقضيها شرب واكل عنب ولا كأنك بتتفرج على فيلم كوميدي. تقول التمثال يجي امتى وانا اتكلم معاك؟ يا جماعة والله العظيم انتوا ليه بس مش مصدقيني؟ أنا آخر مرة شفت بيها التمثال كان في المتحف وكنت مع خطيبتي. سيبوني بقى أروح بقى. أنت هتعمل إيه؟ زي ما أنت شايف، هخلص عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا استنى استنى يا أندرادو استنى، عنادي بإيه؟ أنا موافق، أنا موافق إن أنا أجيب لحضرتك التمثال. يومين والتمثال يبقى هنا. انت ايش حشرك انت؟ انا بكلم الكبير، انت كبير. هما يومين زي ما قال مستر اندرادو. ماشي كلامك كبير. لو ما جاش التمثال قبل يومين انا اللي هاجي لك واخلص عليك. هقتلك، بس قبل ما اقتلك هقطعك، هقطعك حتت صغيره. مفهوم؟ ان شاء الله ربنا هياخدك قبل ما تقطعني. ما يلا بقى يا استاذ سكر، هتوصلني ولا هقضيها ماشي انا؟ ما ده اصله من شغل العصابات ده. خلي حد يراقبه ويمشي وراه زي ضله، مفهوم؟ اوامرك يا نبي بيه. قدامي. سلام يا خواجه، على الله تكون بس استمتعت بالفقره. مبسوط قوي؟ في جهنم ان شاء الله بتشرب منكر. خدوه. ربنا ياخدك. ربنا ياخدكم يا رب. قادر يا كريم. ايه اللي خلاك تسيبه وننزل بس يا بابا؟ ما قدرتش عليه، ما قدرتش عليه، اتعيلت عليه كتير انه ما ينزلش، بس هو حكم رايه. كنت تمنعه بالقوه، ولا القوه دي ما بتظهرش غير ليا انا بس يا بابا؟ ولا بقول لك ايه، انا مش ناقصك، انا اعصابي شايطه ومش مستحمله، وبعدين انت بتحاسبني يا اخويا. امال احاسب مين؟ اهدى اهدى يا فطين يا ابني اهدى. اخويا مشو حاسس انه جرى له حاجه يا عم انس. انا حاسس بيه، محدش يقدر يحس بيه زيي. حاسس انه بيندى عليا دلوقتي، عايزني اساعده.
اخويا لو حصل له حاجه هتبقى انت السبب. مش هسامحك طول عمري. اقعد انظر فيها، انظر انظر لغايه ما يحصل له حاجه بجد. حكيم انا ما باخدش منك غير النبر والكلام اللي ما منوش فايده. انت وعمك. افتح الباب بسرعه استيش. حاضر يا معلم. ايوه ايوه حاضر. فتش شقه. معلش يا فاطين، معايا امر من النيابه بالتفتيش. خير يا حضره الضابط. مشو هرب من البوليس وهو بيحاول سرقه فيلا فريد الجندي. ومش كده وبس، جانا بلاغ من المديريه انه اتصاب رصاصه اثناء هروبه. ايه؟ اتصاب رصاصه؟ ايوه يا استاذ فاطين، ده لو حد فيكم يعرف مكانه يا ريت يخليه يسلم نفسه، على الاقل احفظنا على حياته. ده اذا كان لسه عايش. ملقيناش حد يا فندم. انا كمان عايز ابلغكم حاجه مهمه، اللي بتسطر على المجرم يبقى مشارك معاه في الجريمة بعد إذنكم. صدقت يا بابا؟ أدي آخرة الطريق اللي أنت اخترته له. بقى مجرم وهربان كمان، ويا عالم إذا كان عايش ولا ميت دلوقتي. بتبكي دلوقتي؟ بعد ايه؟ بعد ما ضيعته بايديك؟ اقول لك ايه بس يا بابا؟ الله يسامحك، الله يسامحك. ايه ده؟ ميشو؟ ايه اللي حصل له يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ريحه بس الاول معايا. نايمه نايمه هنا. فين الجرح؟ فين الجرح؟ هات لي حاجة ننزف، نزف كتير قوي، هات حاجة توقف الدم ده بسرعة. تعيس له دكتور يا بني آدم. دكتور إيه؟ بقول لك واخد رصاصة في كتفه وهو بيبني البوليس، يعني الدنيا سابتها مقلوبة عليه دلوقتي. يعني هنسيبه ينزف كده لغاية ما يموت؟ يا عم فضلنا ولا فلك يموت إيه؟ خليك أنت جنبه وأنا طيارة، هجيب الدكتور تبعنا هو اللي بيعرف يتصرف في الحاجات اللي زي دي، خد بالك منه والنبي. إيه آخرتها يا ميشو؟ إيه آخرتها؟ يا رب عديها على خير يا رب، عديها على خير يا رب. أنا حاولت يا أستاذ أنس إن يقنعه إنه يسلم نفسه، لكن هو فضل مصر على العنف لغاية ما اضطر الضابط فؤاد إنه يستعمل معاه العنف ويضربه بالرصاص. ما هو كان لازم توصل لكده في يوم من الأيام. أنا مش هوصيك يا أستاذ أنس، أنت وفاطين لو عرفتوا مكانه تقنعوه يسلم نفسه، وأنا لو فقدتوا أي حاجة مني أنا ما أقدرش أتأخر عنكم أبدا. متشكريني قوي يا حضرة الضابط. انتوا كمان لو وصلتوا له قبل احنا ما نوصل له ارجوكوا طمنونا عليه. حاضر، بعد اذنكم. اتفضلي يا بنتي، مع السلامه. مع الف سلامه. وبعدها لك يا فاطين، انت هتفضل ساكت كده يا ابني؟ اتكلم، فضفض، يمكن نخفف عن بعض. انا مبقتش عارف اعمل ايه يا عمي، الموضوع اتلخبط خالص، انا حتى مش عارف افكر. طيب اتكلم اتكلم، او على الاقل نفكر بصوت عالي يمكن نلاقي حل. الراجل اللي اسمه النبي بيه ده والعصابه كلها اللي سرقت التمثال انا كنت معهم من شويه. انت ايه اللي وداك عندهم؟ هو بمزاجي يا عمي، انا كنت رايح لميشو في الكوفي شوب اللي بيقعد فيه، جم وخدوني من هناك، وطبعا فضلت عامل قدامهم ان انا ميشو. وما كانوا عايزين منك ايه؟ التمثال. الله، تاني؟ الله، انت مش بتقول التمثال سرقوه؟ ايوه يا عمي سرقوه، بس طلع مزيف. مزيف؟ ايوه يا عمي، وفاهمين ان انا اللي اخدت التمثال الاصلي ومخبيه، وكانوا هيقتلوني لولا ان انا قلت لهم خلاص انا هجيب لكم التمثال الاصلي اللي انتوا بتدوروا عليه. الله، طب وانت هتجيبه لهم منين ده؟ انا عارف يا عمي. طب وميشو ايه علاقته بالتمثال؟ برضه مش عارف، ما انا كنت رايح علشان اساله علشان اعرف، بس لما قعدت فكرت قلت لا يمكن لا يمكن يكون له علاقه، وحتى لو سرق التمثال ايه بس اللي هيخليه يروح يسرق فريد الجندي؟
يعني هو بخير ابو بوني؟ زي الفل يا معلم، انا جبت له عرايشي وهو عمل اللازم وما مشيتش غير لما وصيت انتيك عليه ياخد باله منه. طب اقوم اروح له بقى اطمن عليه بنفسي. لا ابوس ايدك يا معلم، ده البوليس مرشق في كل حته، ولو انت رحت له يبقى احنا بنسلم ميشو بايدينا للبوليس. طب اكلمه في التليفون اسمع صوته حتى. بكره يا معلم يكون بس نام واستريح عشان لما اكلمه يقدر يرد عليك. بكره؟ ماشي، عموما بكره مش بعيد. بومبوني ستيشن، مش عاوز حد في الدنيا يعرف مكانه، فاهمين؟ طب فاطين والاستاذ انس لو سالوا عليه؟ حتى فاطين وانس محدش فيكم انتوا الاتنين يقول لهم على مكانه. واجب يا معلم. ها يا معلم ناوي على ايه؟ محتاج افكر شويه مع نفسي اشوف هنعمل ايه مع فريد الجندي ده بعد اللي حصل. صباح الخير يا ميشو، ألف حمد لله على السلامة يا سيدي. صباح الخير يا أنتيكا، أنا بالي قد أولا السجارة ديت ممنوع يا سيدي، ثانيا معلقة عسل هتبقى في يدك على الصبح. لا 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 لا. لازم تأكل، لازم تاكل يا سيدي، ما هو الجرح مش هيلم الا لما تاكل. يلا يلا. ايوه ها، واحده تاكل. ها يلا يا سيدي. بقول لك انتيكا، ها عينيا، انا بقالي قد ايه هنا؟ انت بقالك يوم وليله. ها وجايب لك بقى شويه اكل هيعجبوك تماما. ها يلا يلا يا سيدي. أنا تعبتك معايا قوي يا أنتيكا. ما أنت طول عمرك تعبني، إيه الجديد يعني؟ لكن المرة دي بقى أنا مبسوط جدا من تعبي ده. أنا في ليه؟ لأنه في خدمة الإنسانية المعذبة، في خدمة الخير. يعني أنت مبسوط عشان اتصبت؟ لا طبعًا، أنا مبسوط لأنك شفت النهاية وحسيت بيها، وده يمكن يمكن يخليك تتغير وتبقى إنسان كويس. لسه النهاية ما جاتش يا أنتيكا. مش قبل ما اشوف نهاية فريد الجندي على ايدي. تعرف يا ميشو، انت مثال لانسان القرن 21 اللي فاكر نفسه هيراكليس وبيتعامل بمبدأ وقانون الغابة. يا ميشو افهم، كل الدول الكبيرة المغرورة بقوتها على مر الزمن سقطت، حتى الموجودة دلوقتي هتسقط. وده ليه؟ لأن الإنسان ما بيتعلمش من اللي فات، الكل باصص قدامه وبيدوس على أي حد، مع إن نهاية كل شيء الموت والفناء. كلنا يا ميشو هنموت وكلنا هنفنى. اسمع كلام أنتيكا يا ميشو، أنا لما انعزلت عن العالم اللي برا ما كنتش صح أبدا، لأني حبست نفسي في بير غويط عميق. وانت لما نعزلت على الناس وحبيت تطير فوق 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 في الهواء برضو ما كنتش صح، لانك طرت فوق وملكش جناحين، لانك انسان مش طير يا ميشو. ومكانك هنا هنا يا ميشو على الارض برضو مصيرة تعمل اللي في دماغك يا ميشو. على العموم اعتبر كلامي ده زي اي كلام وخلاص. هقوم اعملك عصير يا ميشو. مش كافيه انتيكا،
نسكافيه يا ميشو. يا فاطيم تعالى يا ابو يا فاطيم فهمني بس جايبني من محل الورد على مالها وشي ومش فاهم حاجه هتفهم كل حاجه بس اقعد يا بونبوني قعدت يا فاطيم خير اخويا ميشو عامل ايه يا بونبوني اخوك ميشو مك انت يا بونبوني انت انا عايز اطمن عليه وبعدين انا متاكد ان انت عارف مكانه بص يا فاطيم كل اللي اقدر اقوله دلوقتي ان ميشو زي الفل وفي حته امان ومش هقدر اقول حاجه اكتر من كده الحمد لله ان هو كويس زي الفل قول لي بقى هو فين دلوقتي بالظبط سوري دي بقى الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اقول لك عليها وليه بقى ما تقدرش تقول عليه ده انا اخوه لازم اشوفه واطمن عليه بنفسي يا بونبوني اولا ما اقدرش اقول لك على مكانه عشان المراقبه اللي تحت البيت دي ممكن تعرف مكانه عن طريقك تاني حاجه بقى ودي الاهم ان المعلم سيد الحاوي ها سيد الحاوي منبه عليا انا وستيشن ما نقرش على مكانه حلو قوي اسمع بقى مني انا يا بونبوني اول حاجه انا بنفسي هنزل تحت للمراقبه وهقول لهم ان بونبوني يعرف مكان مش اخوه يا نهار اسود ايوه وتاني حاجه بقى ودي الاهم يا بونبوني بعد ما يقبضوا عليك ان شاء الله هطلع انا بنفسي للمعلم سيد وهقول له ان انت اللي بلغت على ميشو كده كده فطين ويهون عليك بونبوني حبيبك ايوه ايوه يهون عليا انا خلاص خلاص ما بقتش بقى فارقه معايا اي حاجه اترفضت من المدرسه وقعدت لكم هتقول على مكانه يا بونبوني ولا لا ميشو 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 اخويا ميشو الحمد لله انك بخير انت ايه اللي جابك اولا بقى ميشو انت وحشتني قوي ثانيا انا جاي بقى علشان اعترف لك واستريح واخلص وكمان اطمن تعترف لي بايه فاكر يا ميشو اليوم الاسود اللي احنا اتبادلنا فيه الادوار اخلص اليوم اللي انت عملت فيه فطين اللي هو انا وانا ساعتها عملت نفسي ميشو خلاص يا ميشو ما تنفخش انا اقول لك اهو رحت ساعتها بقى وقابلت واحد اسمه عنابي بيه وكان عايز مني ان انا اسرق له تمثال فرعوني نادر وما قلتليش ليه ما انا بقى يا ميشو خفت لا اقول لك لحسن تروح تسرق التمثال بجد ما انا عارفك تاني حاجه هو هددني بقى ساعتها بالقتل لو اي معلومه عن الموضوع ده طلعت بره يعني فانا ساعتها خفت عليك علشان انا كنت ساعتها انت طب وانت ايه اللي خلاك تقول لي دلوقتي سكر زفت القرع ده خدني ووداني العنابي بيه تاني واتريهم بقى ميشو هم اللي سرقوا التمثال يوم الحادثه الفظيعه دي من عربيه نقل الاثار واتري التمثال اللي سرقوه طلع مزيف وكان موجود ساعتها بقى معاهم واحد اسمه الدرادو ربنا ياخده واحده كده اجنبيه كده شكلها تمشي على الحيطه اسمها جيسي وهددوني ان انا لازم اجيب لهم التمثال الاصلي بيحسبوه معايا الدرادو ايوه ربنا ياخده ضربني بالبنيه وكان عايز يضربني بالكرسي في وشي بس انا وطيت بس الحمد لله وهددني بقى بالقتل ولازم اجيب له التمثال الاصلي على اساس يعني ان انا ميشو كله جه مع بعضه يا ميشو والكل فتح بقه بسن الاكسلام انا اسف اخوي ميشو ان انا سببت لك يعني مشكله انا اسف بس انا عايز اطمن ميشو انت مالكش دعوه باي حاجه عن الموضوع بتاع سرقه التمثال ده صح الله يريح قلبك طمنتني الحمد لله ما انت هتروح تسرق التمثال ازاي يعني وانت ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع ما انا ما قلتلكش ساعتها وبعدين يا ميشو الموج عالي قوي لازم تلحق نفسك وتوصل للشط قبل ما تغرق ميشو الاكل وصل يا ميشو اهلا فطين رمز الخير وصل العالم الشرير الدامي دول مش عايزين يقروا يا استاذ
نررهم يا برشامه. جرايه جرايه يا رجاله الحاوي، مش عاوزين تقروا ليه؟ خلاص كلاب واوفيه قوي لسيدكم، ما بتخونوش. احنا ما بنعرفش نخون يا شيكو. اتعلموا تخونوا. كيميا عمر حط البنزين يا كيميا. مش بنزين بلاش. جاهز يا استاذ. اعمل لي بالبنزين داير داير كده، ها؟ علشان انا سقعان وعاوز اتدفى. دي سجاره، ها؟ دي سجاره، هسقطها على البنزين يولع. مش بنزين. واتدفى. الودائع الودائع. جاهزين يا باشا للولعه؟ اهو الودائع يا معلم. استنى استنى يا معلم. بقول لك ايه يا بربون، ما تقول له على مكان ميشو وانا هعمل نفسي ما سمعتش. طب ما تقول له انت وانا هعمل نفسي نايم. هتروحوا المكان اللي سمعتوه دلوقتي وتخلصوا عليه. مش عاوز الليله دي تعدي من غير ما اسمع خبر ميشو. تمام يا فريد بيه. اياكوا ترجعوا من غير الولع. الولع لازم يكون معاكم. طمن يا باشا. اتفضلوا. تطلعوا على هناك دلوقتي تجيبوا لي الورق والفلوس، ولو ما جبتوش ما ترجعوش. واجب يا استاذ. طب بونبوني وستيشن هنعمل فيهم ايه يا كبير؟ بونبوني وستيشن هيفضلوا ضيوفي، ولما تيجوا نبقى نسقطهم في اي صندوق زباله. واجب واجب يا استاذ. واقفين ليه ما يلا يلا يا فوات. الليله دي الليله الكبيره، ليلة الحفلة الكبيرة، يعني من الآن فصاعدا مفيش حاوي ومفيش أراجوز. يعني مفيش ميشو وإيفري سانكيز. أوكي. بقالي ساعة بقول لكم ميشو ميشو مش هنا يا غوغات يا همج، مش هنا، كان هنا وبعدين مشي بالليل، وبعدين قول للبداء اللي هناك دوت يسيب لوحاتي دي تسوى ملايين. وراح على فين؟ ما أعرفش. حتى انت ولا خلص عليك؟ بقولك ما اعرفش، يا عدو الانسانيه. انا كنت اتمنى ان يكون هنا عشان كنت خلصت منه زيكم. طب يلا بينا يلا. ميشو 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 اطلع يا ميشو اطلع يا ميشو 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 يا ميشو. مش هو ده مش هو دوت اللي اسمه بتاع ده اسمه ايه؟ ايوه فريد الجندي. فريد الجندي مش هو دوت اللي وحدة السماء؟ ايوه. امال بقيت لك الاوغاد دول احفاد جنكيز خان عشان يقتلوك ليه؟ عشان خايف مني انتيك. انا لازم اخرج. على فين؟ على فين؟ الجرح لسه ما لمش يا ميشو. كان مشوار مهم ولازم يخلصوا. ميشو يبقى مش هترجع تاني هنا، ها؟ هترجع تاني؟ يا عالم انتيك. طيب خلي بالك، خلي بالك بنفسك يا ميشو. خايف عليا؟ كل اللي بيحبك بيخاف عليك يا ميشو. سلام. كنت هنسى. امسك انتيكا، امسك الورقه دي عشان تبقى خلصت مني خالص. لا 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 يا ميشو، ده معناه انك انت مش هتحتاجني تاني. انا لما احتجت لك لقيتك ومن غير ورقه. امسك. تبقى مش هترجع هنا تاني يا ميشو. سلام يا انتيك.
ايه ده؟ شكله مش موجود. مش عارف، أول مرة. ايه ده؟ مين اللي فتح باب الشقة القديمة كده؟ يمكن عم أنس جوه ولا حاجة. لا، وإيه الصوت ده؟ ايه ده؟ بابا! 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 ايه اللي حصل ده؟ بابا في ايه؟ بابا! او كده بقى براوه عليكم يا رجاله، حقنا رجع وصيتنا رجع يدوي من جديد. الحكايه دي مش هتفرع حد في الدنيا قد البوس الكبير. لازم اكلمه. الو. ايوه بص يا كبير. لا كل حاجة تمام. كله تمام. كل حاجة تحت ايدي والملف تحت ايدي وكل... لا يا باشا. انا اجيلك بنفسي. اجيلك بنفسي يا باشا. مع السلامة يا باشا. يا باشا كنت عاوز اقول لك حاجة كده قبل ما تقفل السكة. ايفري ثينك از اوكي يا باشا. أنا من رأيي تبلغوا البوليس لأنه مضروب بآلة حد على راسه، ولولا ستر ربنا كان راح فيه. اتفضل يا دكتور. يستريح أهم شيء، ويوم بعد يوم يتغير له على الجرح. حاضر يا دكتور، حاضر. متشكرين أوي أوي. ربنا يطمنكم عليه. ربنا يخليك. ربنا يجيب العوام سليم يا رب، ربنا يستر. أنا من رأي الدكتور لازم نبلغ البوليس. مش لما نعرف مين اللي عمل كده الأول يا عمي. أنا عارف يا لمياء، أكيد أكيد دول عصابة اللي اسمه عنابي ولا الدرادو. الشقة جوه مقلوبة، أكيد كانوا بيدوروا على التمثال. ولأجل الحظ أنا ما كنتش موجود في الشقة. الحمد لله يا عمي إنك ما كنتش موجود، كنت هتتأذي أنت كمان. أنا على فكرة بقى رأيي من رأي عم أنس، لازم نبلغ البوليس ونقول لهم على كل حاجة. صح يا لمياء، لازم نبلغ البوليس. وطالما بقى أخويا ميشو ملوش دعوة بالموضوع ده، أنا إيه اللي هيخوفني يعني؟ جاي لوحدك يعني؟ امال فين التمثال؟ مش لما نتفق الاول؟ ما احنا اتفقنا مع اخوك شريكك، ولا ما بلغتش؟ اخويا ملهوش علاقه باللعبه دي كلها. الاتفاق معايا. طلباتك؟ التمثال معايا وانا اللي بدلته، وانا عارف انك عايزه عشان خسارته هتوجعك قوي. بس عشان اجيب لك التمثال الاصلي ليه طلبين، مفيش غيرهم. ايه هما؟ 5 مليون دولار وتخرجني بره البلد. ايه؟ 5 مليون دولار عايزهم لوحدك؟ ده انا نفسي بعد المصاريف مش هيوصل لي 5 مليون. وبعدين اخرجك من البلد ازاي وانت وانتت؟ زي ما انت هتخرج التمثال بره البلد يا عنابي. ومالك بتتكلم بثقه قوي كده؟ مش خايف لحجزك وابلغ عنك؟ التمثال اللي انت متفق عليه اغلى بكتير قوي من انك تضحي كده بيا بسهوله. خلاص هدي لك 1,000,000. 5 مليون دولار. فكر براحتك، بكره زي دلوقتي هعدي عليك عشان ترد عليا. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك حضرة الضابط سارة موجودة؟ لا حضرة الضابط سارة مش موجودة دلوقتي. يا خبر ابيض. حضرة الضابط عمر، كويس اني لقيت حضرتك. هو بقى ده كل اللي حصل حضرتك، من ساعة ما خدوني اليخت لحد بقى ما لقيت بابا سايح في دمه في الشقة القديمة. وانت خلاص اتعودت بعد ما المصيبة تحصل تيجي تحكي لي؟ هو ده بقى حضرتك اللي حصل، واللي حضرتك شايفه عمر بيه اعمله. المهم ان عنابي بيه خدود الحلوة وسكر والدرادو والمرأة العنكبوت والراجل اللي كان بياكل العنب ده، حضرتك بقى تمسكوهم بقى كلهم كده بقى وتشنوهم. طب قوم يلا معايا. اجي معاك على فين؟ تطلع المديرية تحكي كل اللي انت قلته ده لفؤاد باشا عشان هو اللي في ايديه يساعدك. لا لا والنبي عمر بيه، بص حضرتك يعني ايه رايك حضرتك تروح له وتحكي له بقى انت كل الحكايه كده هون بقى على رواقه، وانا اروح لاحسن بصراحه بقى. الضابط فؤاد ده عصبي حبتين وممكن ينفعل عليا. او بص انا هقعد هنا واستناك.
كنت عارفه ان الرساله هتوصلك، كنت عارفه انك هتيجي. ميشو، انا ممكن اكون غلطت لما اسأت التعبير وقلت لك ان انا ضابط شرطه وان انت مجرد حاله، بس صدقني انا ما كنتش اقصد. زي ما انت بتغلط يا ميشو وبتلاقي الناس تسامحك لانك انسان وممكن تغلط، انا كمان غلطت ومحتاجك تسامحني لاني برضو انسان. انا كمان غلطت لما حبيتك، بس غلطتي كانت اقل بكتير قوي من غلطتك يا حضرة الضابط. ميشو، على فكره انا كمان حبيتك. بس حبي ليك كان مختلف، كان حب اخ صديق. كنت سعيده وانا شايفاك كل يوم بيتقدم قدامي. بص يا ميشو، انا دلوقتي عايزه اصلح غلطتي. انا مش مهم عندي اخسر الرساله، بس المهم اني ما اخسرش اخ وصديق زيك يا ميشو. بعد ايه؟ ما خلاص عدى الوقت. لا لا لا، الوقت لسه ما فاتش. سلم نفسك وانا هقف جنبك ومش هسيبك. مش هينفع، وبعدين انا خلاص هسيب لكم البلد كلها وامشي، يعني مش هتعبكم معايا بعد كده. حتى لو سافرت يا ميشو مش هتستريح، هتبقى مطارد حتى من نفسك. مش هتستريح لما ترجع هنا بلدك اللي فيها ناسك اللي بيحبوك وعايزينك. برضه ما بقاش ينفع. ميشو، ما تضطرنيش أستعمل العنف معاك. سلام يا حضرة الضابط.